بناء منتخب كبير يتطلب الوقت والتضحية، هي تصريحات عضو الطاقم الفني للمنتخب الوطني الجزائري نبيل نكيز بعد نهاية الدورة الودية للفيفا التي احتضنتها الجزائر شهر مارس الحالي. عضو الطاقم الفني للمدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش صرح للإذاعة الوطنية على هامش نهاية تربص المحاربين أن التشكيلة الوطنية بقيادة الناخب الجديد أعطت صورة مبشرة عن مستقبل الخضر من خلال دورة الفيفا الأخيرة. نكيز تحدث بنبرة متفائلة عن مستقبل الخضر، معبرا عن رضاه بالأداء المقدم في ودية بوليفيا وجنوب إفريقيا، مضيفا أن التربص جرى في ظروف رائعة سادتها أجواء إيجابية وأن المنتخب خرج بالعديد من المكاسب. وعن مردود بعض العناصر التي قدمت أوراق اعتمادها بقوة خلال هذا المعسكر، أثنى المدرب المساعد نكيز على العائدين ياسين بنزية بأهدافه الرائعة وإبراهيم بفنياته فوق الميدان، مؤكدا أن المنتخب بحاجة للاعبين من هذه النوعية لبعث المنافسة من جديد في صفوفه إلى جانب الروح الجماعية. نبيل نكيز أعرب عن أسفه الشديد للإصابة الخطيرة التي تعرض لها مدافع الخضر رامي بن سبعيني في هذه الدورة، والتي ستبعده عن الميادين لعدة أشهر وقد يكون جاهزا شهر سبتمبر القادم، مضيفا أن عمورة هو الآخر تعرض لكسر على مستوى الوجه يتطلب عملية جراحية.